ويلا نبدأ سيلفي رمضان النهاردة بنورهان علي، وكان في أواخر الامتحانات الصورة دي مع أعز أصحاب دينا عادل. حتى سيلفي الجيران وكاتبة ناس كتيرة مستغربة إننا بنتجمع كل شوية في العمارة، وبيقولوا إن ما بقاش في جيرة حلوة. إحنا بقى كسرنا القاعدة دي وبقينا أهل لحد ما سمونا عمارة السعادة. ربنا يديم السعادة عليكم يا جيران السعادة. سيلفي المدرسة والإخوات هي صورة من بروفايل مامة جنى، حتى ولادها الثلاثة حسن محمد وجنى، وكتبة ولادي أهم شيء في حياتي. وهنا لمت صحاب عشرة سنين، يوسف عامر متجمع مع أصحابه رغم إن بقالهم كتير ما تقابلوش، إنما رمضان جمعهم، وفعلا رمضان يجمعنا. ولسه في سيلفي الأصحاب، وزهير واخد سيلفي مع أعز أصحابه، ربنا يحفظهم. وفي كل مرة لازم تطلع لنا صورة سيلفي مع السناب شات. منونة الجميلة مع صحباتها اللي بتحبهم ريتاج ومروج وسلمى. ومكملين سيلفي الأصحاب، جابر كاتب ورا الصورة دي ذكريات جميلة، كان عندنا تقييم وكنا مستنيين على أعصابنا فأخدنا الصورة دي، ذكرى جميلة ليا والأصحابي. وهنا لالا روحي واخدة سيلفي مع أولادها، ربنا يخليهم ليها وينجحهم في الثانوية العامة، أشرقت وإيمان مع مامتكم سميرة. ودي صورة مازن العتر منزلها وكاتب رمضان أحلى مع أختي جودي. وبكده خلصت صورنا النهاردة، نقابلكم بكرة إن شاء الله بصور جديدة في سيلفي رمضان. الحقيقة أنا ببقى مبسوطة جداً جداً من ردود أفعال حضراتكم من خلال الصور الجميلة، ومن خلال تواصلكم معنا عن طريق صفحة من القلب للقلب على الفيسبوك، وفي انتظار مزيد من الصور السيلفي بالذكريات الحلوة الجميلة. ربنا يجعل أيامكم كلها حلوة وجميلة.